حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن بدء استقبال طلبات التسجيل لالتحاق المواطنين من الفئة العمرية 30 عاماً وحتى 40 عاماً بشكل اختياري. وأكدت الهيئة أن مراكز التجنيد ستبدأ في استقبال طلبات الراغبين من المواطنين الذكور من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر من يوم الأحد، وذلك بعد استيفائهم شروط اللياقة الطبية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية مع ضرورة اصطحاب الوثائق المطلوبة والمذكورة في الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بوسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الهيئة أن مدة البرنامج التدريبي للمتطوعين ستكون 15 أسبوعاً بغض النظر عن المؤهل الدراسي كون الالتحاق اختيارياً.